أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تكنه مملكة البحرين للشقيقة دولة الكويت قيادة وشعبا من التقدير والاعتزاز لما يربط بين البلدين من امتداد رسخه الآباء والأجداد وعلاقات عميقة الجذور تشهد المزيد من التطور والنمو في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وترجمة عراقة هذه العلاقات فيما نشهده من تقارب وتكاتف بين البلدين وشعبيهما الشقيقين. وشهد سمو بمواقف دولة الكويت المشرفة تجاه مملكة البحرين وهو ما يشكل الملامح البارزة على صعيد العلاقات البحرينية الكويتية واستمرار العمل نحو تعميق التعاون من خلال تدعيم أطر العلاقات الاستراتيجية بما يخدم التوجهات الحالية ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف القطاعات. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم مع معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة حيث رحب بالزيارة التي يقوم بها معاليه للبلاد معربا عن شكره وتقديره للعميق لمعالي الشيخ ناصر على تلبية لدعوة سموه منوها سموه بما تمثل هذه الزيارة من انعكاس حقيقي لمتانة الروابط الأخوية الوثيقة التي أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الصعد ورفض الجوانب التنموية بينهما مؤكدا سموه اعتزازه بالمسيرة الحافلة بالتواصل بين البلدين الشقيقين والنظرة المشتركة والمتطابقة والعمل نحو كل ما يعزز أمن واستقرار المنطقة ومواجهة كافة التحديات ودعم مسيرة العمل الخليجي والعربية المشترك. وأبلغ سمو حفظه الله معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي بنقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة وتمنيات سموه لدولة الكويت ولشعبها الشقيق اطراد التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. خلال اللقاء استعرض سموه مع معالي الشيخ ناصر الصباح آفاق التعاون البحريني الكويتي في ضوء ما تشهده من تطور متنامي وتبادل وجهة النظر حول مجمل القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مندوبة عشاء تكريما لأخي معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق.